وبيع عين غائبة لم تشاهد يعني ولم توصف، وده يسموه الاكتفاء. كان ينبغي يقول ايه بقى؟ وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف. امال ما قالش ليه اكتفاء بما بالسياق والسباق؟ وده جائز. فلا يجوز البيع ده، لا يجوز لانه فيه غرر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ففي الحديث نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. يبقى إذن علشان بيوعنا تبقى صحيحة، إما أن تكون في عين مشاهدة حاضرة قادر على تسليمها مستوف لأركان البيع وشروطه، وإما أن تكون موصوفة في الذمة وأتى الوصف على ما كان عليه الاتفاق، وإما أن تكون على غير ذلك فيكون غررا ويكون باطلا.